طبعا كانت لحظات عصيبه من البدايه، طبعا نفس المشاعر اللي عاشها الاستاذ جمال، انك تعيش من اول لحظه لاخر لحظه، لكن الانفجار بالنسبه للعشاق النادي الاهلي كان في الدقيقه اللي سجل فيها قفشه جون 85. الحقيقه فوجئت بالناس اللي بيرقص واللي بيشيل واحد، فوجئت واحد جاي بيشيلني وبيجري بيها في النادي، ما اعرفش لا اراديه فعلا عديد كده يعني، فوجئت حاجات كتيره جدا بتحصل وانهيارات. انا ليا صديقي عديل لي اغمى عليه لما جه الجون، يعني هو فرح وراح قايم نط، حصل نزل قعد مثلا دقايق في حاله اغماء كامله يعني، ففي حالات كتير وحالات كتير يا استاذ محمد جدا يعني الحمد لله وحالات كتيرة جدا فدي مشاعر، ده دليل على ان الماتش ده كان بالنسبه مش مجرد ماتش كوره، لا ده انت بتواجه نادي الزمالك أكبر بتواجه نادي الزمالك في واحده من اهم المباريات في التاريخ، الماتش ده مش هتنساه لاجيال مدة 20 سنه جايه على الاقل، الاجيال اللي عاشته وشافته يعني. هيديك دوري ابطال افريقيا، هيخليك تكسب الزمالك، هيخليك تلعب على السوبر الافريقي، هيخليك تلعب كاس العالم للانديه، هيديك 3.5 مليون دولار، هيديك مجد ادب ومجد معنوي. ايه المباراه دي؟ صحيح دي مباراه كومبو.